الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حذر خبراء اقتصاديون من انتقال الاقتصاد العراقي إلى مرحلة أخطر من التي يمر بها حاليا، وقال الخبراء إن البنك المركزي مطالب بإيجاد حلول حقيقية وليست ترقيعية بحيث يراعي مصلحة الاقتصاد العراقي، وهذا هو المطلوب. أما الإجراءات المتخذة الآن كإلغاء الضريبة والشراء من المصارف الخاصة ليست بحلول، مؤكدين أن الحلول المؤقتة لا تجدي نفعاً اقتصادياً وقد تنتقل إلى خطوة أو مشكلة أخطر من الخطوة التي تواجه العراق الآن. وكان النائب السابق وائل عبد اللطيف قد اتهم البنك المركزي بالفشل في السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار، فيما أكد أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لم تحد من الارتفاع الذي يحصل في الأسواق المحلية. وجهت وزارة المالية بإيقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني عام 2023. فقال المكتب الإعلامي للوزارة إن الوزارة أصدرت تعليمات خاصة بصلاحية الصرف لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة من أجل إيقاف التعيين والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتباراً من الأول من كانون الثاني عام 2023. وأضاف أن تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف 1/12 لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023. ارتفعت أسعار النفط مع تفاؤل الأسواق بخصوص تعافي الطلب على الوقود مع مواصلة الصين تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا. وزادت العقود الأجل لخام برنت تسليم شباط بنسبة 0.4% لتصل إلى 84 دولاراً و64 سنتاً للدولار. وفيما ارتفعت العقود الأجل لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% لتصل إلى 79 دولاراً و75 سنتاً للبرميل. وتأتي آمال تعافي الطلب على الوقود في الصين مع تحرك ثاني أكبر اقتصاد عالمي نحو إعادة فتح الحدود في الشهر المقبل بعد 3 أعوام من أشد قيود على الانتقالات والأنشطة التجارية لمواجهة تفشي جائحة كورونا. أعلنت إسبانيا سلسلة جديدة من الإجراءات بما في ذلك إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحليب لتخفيف الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن الحكومة ستخفض ضريبة القيمة المضافة على زيت الطهي والمعكرونة من 10% إلى 5%، مضيفاً أن حزم إجراءات المساعدة الثلاث التي تم تمريرها منذ بدء الحرب في أوكرانيا ستكلف الدولة حوالي 45 مليار يورو، بما في ذلك 10 مليارات في الجولة الأخيرة من الإجراءات. انخفض الذهب متأثراً بضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤشرات جديدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 1811 دولاراً للأوقية. كما نزلت العقود الأمريكية الأجل للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 1818 دولاراً للأوقية. وقال قسم أبحاث السلع في جوجيت للخدمات المالية إن الذهب سيشهد تحركات محدودة في الأسعار مع ضعف نشاط التداول قبيل عطلة بداية السنة الجديدة، فضلاً عن عدم صدور أي بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
الختام الموجز، إلى اللقاء.